يقول جئت من خارج المملكة وأعمل في مكة، وعند دخول المملكة نويت العمرة، لكن السائق غير اتجاه الرحلة إلى جدة، وأنا غيرت رأيي قبل الميقات، وقلت أزور أحد الأصحاب في جدة ومن ثم أحرم من إحدى المحطات، هل علي شيء؟ نعم، إذا كنت مررت على الميقات تريد العمرة ولم تحرم وذهبت إلى جدة لتزور أقاربك كما ذكرت، فإنك إذا أردت العمرة تخرج إلى الميقات الذي تعديته بالأول وتحرم منه، تخرج إلى الميقات الذي تعديته بالأول، لأنك يوم تمر عليه ناوي العمرة لكنك أخرت الإحرام، وهذا لا يجوز لك. لكن إذا رجعت وأحرمت منه استدركت الخطأ. نعم.